نصيحة لوجه الله، أحب زوجتك، أحب أولادك، أحب من حولك، ولكن لا تعتمد عليهم، اعتمد على الله وحده. ضع ثقتك بالله، ضع آمالك بالله، علق أهمية على رضاء الله عنك فقط. رجل له قريب مدير مكتب السلطان عبد الحميد، وافتقر، فذهب إليه على نية أن يبحث له عن عمل كوظيفة، فاستقبله قريبه وأقام عنده مدة طويلة. يقول هذا القريب: كلما وضع كتاب التعيين لا يوقعه السلطان لثلاثين يوماً. يبدو أن القريب على علم بالله، فعلم أن قريبه متعلق به ونسي الله عز وجل، أعطى توجيه لأحد الخدم أن يتجهم به 30 يوم حاجة، الزيارة 3 أيام. فهذا مسكين خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه يبكي، قال له: اتبعه انظر أي مكان ذهب. فذهب إلى بعض الخانات، يعني الفنادق قديماً، قدم الطلب، وقعه السلطان فاستدعاه، قال له: 30 يوم معتمد علي، فلما خرجت من البيت مكسوراً اعتمدت على الله فوقعت لك. أيام إنسان يعتمد على الله في توفيق، أيام يضع أمله بإنسان. هذا الإنسان الذي وضعت فيه كل أملك هو الذي سيخيب ظنك، هذا تأديب من الله، لأنه هذا شرك خفي. أيها الإخوة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، حديث جامع مانع، موجز قصير: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.